عمري ما كنت اتخيل ان انا اتحط في موقف زي ده. انا ما صدقت ان انا نسيت، افتكرت الماضي مات واتدفن. ليه تعملي فيا كده؟ سميرة انا ما عملتش حاجة. امال التحاليل دي بتقول ايه؟ ما اعرفش. يعني ايه يا بابا؟ وسيلة ما طلعتش اختنا؟ للأسف انا اللي ما طلعتش ابوها، مع اني كنت فاكرها بنت السنين دي كلها. اكيد التحليل ده غلط، والمفروض حضرتك ما تتهمش ماما اتهام زي ده. خيانتها هي اللي اتهمتها، خيانتها بانت بعد ما كانت فاكره ان عملتها مش هتتعرف. بطل بقى، بلاش تهد اللي بينا في لحظه اندفاع. واضح ان اللي بينا ده كان مجرد سراب. انا كنت مغفل لما صدقت. طول عمري عايشه وفيه ليك، بلاش تهور. ولما سافرت الاعاره بعد شهر العسل كنت برضه وفيه ليا؟ طبعا. امال لما رجعت قصد كان بيعمل ايه عندك؟ ده لسه فاكر. وعمري ما هنسى اليوم ده. فاهمه يعني ايه عمري ما هنساه؟ ست هانم يا ست النظره يا محترمه. سبق وسالتني وجاوبته، والله جاوبته. قلت له انه قاصد كان هربان وجاي لقى جدته عليا، وانا طردته. وجدتك والدته كانت شاهده على كده. هربان ده ايه؟ وهو علاقتك اصلا بقاصد ده؟ ما تردي عليه يا ست هانم. اسكت بقى اسكت. لا مش هسكت يا خاينه. أنا دلوقتي ليه عرفت وسيلة نزلت بنت سبعة؟ إحنا عايزين نعرف قاصد ده يبقى مين؟ يبقى حبيب أمكم. حبيبها مش قلت لك يتأكدوا؟ يعني ما كانش مجرد معجب بيها زي ما حضرتك قلت لنا قبل كده؟ لا يا سيدي، كان حبيبها الأولاني. ولما هو زي ما حضرتك بتقول جوزتها ليه؟ كنت أهبل، كنت عبيط لما صدقتها. دلوقتي بس عرفت الحقيقة، لكن يا خسارة بعد ما العمر عدى وفات الأوان. لا 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 لا، لا. أنت أكيد جرى لعقلك حاجة. هي حاجة واحدة بس، ما هو لما مراتي الست المحترمة أم عيالي اللي عاشت معايا 28 سنة تطلع خاينة، يبقى لازم أتجنن. خلاص فيلم خضرة الشريفة ده خلاص خلص. امشي اطلعي بره بره برا خينا برا يجي معايا سمر. تعالى. حاضر. يا بابا يا بابا تعبانه جدا. طب ندخلها حتى تلم هدومها. ارجوك يا بابا بلاش فضايح. خلاص انا في البلكونه، عايز اخرج ما الاقيهاش في وشي. قومي يا رمال. تعالي تعالي بالراحة بالراحة. طار تعالي على مهلك. مسكي هبل وراح اجيب البخيل. معلش يا ماما اعذريني، دي مش مجرد ورقة، ده تحليل طبي.
يا ما في تحاليل بتغلط. أكيد فعلا التحليل ده غلط، أنا متأكد من كده. أبوكوا في أول لحظة شك هد المعبد علينا كلنا. يا خسارة يا خسارة عمري اللي أنا قضيته معاه. طب التحليل ده تفسيره إيه يا ماما؟ وليه قاصد يكتب لك أنت وسيلة كل الثروة دي؟ واضح إنكم كمان أنتوا. استني بس استني. واضح إنكم أنتوا كمان بتشكوا فيه. إحنا بنسأل بس. يا خسارة تربيته فيكم. يا ستي اعذرينا والله الصدمة شديدة علينا كلنا. أنا أول مرة أشوف بابا منفعل بالشكل ده. كل اللي اقدر اقوله لكم ان انا ست بريئه وانا ست شريفه وعمري ما خنت ابوكم عمري. استنى بس يا عم استنى بس استنى. انت مسكتني ليه يا مجاهد؟ ما تسيبه يمشي يا اخ ادهم، انت عايزه يقتلها هنا ويعمل لنا جنايه؟ هو ده اللي ربنا قدرك عليه وتقوله يا اخ مجاهد؟ الحاجات دي مش عايزه قواله، الحاجات دي عايزه ذبحه على طول. اللهم احفظنا واستر على ولايانا. امين. يلا يا وسيلة حبيبتي نروح عشان خاطر ترتاحي، انت الحمل زاد عليك قوي النهارده، وان شاء الله كل حاجه بكره هتهدى وانا هتصل بالشباب اطمن عليهم. يلا يا اختي انت كمان، مالناش قعد هنا، بيتنا اولى بينا. معقوله اللي انت بتقوله ده يا مجاهد؟ هسيبهم في الظروف دي؟ سمر لو ما جيتيش معايا انت وبناتك دلوقتي هتبقى طالب التلاته. جرايه يا مجاهد، احنا ناقصينك انت كمان. مالكش دعوه يا عم احمد، بقول لك ايه، دي علاقته بيني وبين مراتي. بس يا عم انت وهو. يلا يا سمر، روحي مع جوزك. خدي جوزك وبناتك وروحي. واحنا هنبقى نطمنك بالتليفون. بعد العمر ده كله جاي يتهمك في اسمك وشرفك وسمعتك ليه؟ هو معرفش انت مين وبنت مين واخلاقك عامله ازاي؟ يا اخويا نبيل ده اتجنن باين عليه ولا ايه؟ فجأة
فجأة بقى واحد انا عن نفسي ما اعرفوش. هو انتوا ليه عملتوا التحليل بتاع الدي ان ايه ده الوسيلة يا اختي؟ ها ليه؟ أصل إيه وفصل إيه؟ ما تفهميني إيه الحكاية بالظبط يا بنت أمي وأبويا؟ في واحد كتب لها ثروته، يعني بيدعي إنها بنته. ومين ده بقى اللي هيضحي بفلوسه وشقة عمره عشان خاطر واحدة ما يعرفهاش؟ اسمه إيه المجنون ده؟ قصد خير. أنا بيتهيألي الاسم ده سمعته قبل كده. ده كان زميل سامية في الكلية، أنا فاكر الاسم ده كويس، مش كده يا سامية؟ مش ده اللي كانت تقدم لك قبل كده وبابا الله يرحمه كان رفضه؟ أيوه هو. وهو بيعمل معاكي كده ليه بعد العمر ده كله؟ معرفش. يعني إيه ما تعرفيش؟ لا لازم تعرفي كويس، ولازم كمان ترفعي عليه قضيه وتطلبيه بقى بتعويض كبير جدا عشان خاطر سمعتك واسمك. يا ريته كان ينفع. وما ينفعش ليه يا اختي؟ ها ما ينفعش ليه؟ مات وبلعنا في فلوسه دي. وطبعا نبيل بيه صدق الحكايه، خصوصا بعد ما نتيجه التحليل اكدت ان وسيله تبقى مش بنته. بنته يا ابراهيم، بنته. سبحان الله، امال نتيجه التحليل بتقول غير كده ليه؟ والله ما اعرف. لا حول ولا قوة الا بالله. سامي يا حبيبتي، تخبيش علي حاجة وصرحيني قبل ما الموضوع يكبر. حتى انت يا ابراهيم بتشك فيا؟ معقول؟ لا انا مش قادرة اصدق. طب اهدي والنبي يا عمتي وصلي على النبي كده وان شاء الله خير. اهدي يا حبيبتي اهدي، ده انت مصيبتك مصيبة، ده احنا كلنا هنتجنن. قصدي كده يا حبيبتي كده، انت هتتجنني خالص. يا سلام، هو كل اللي بيجرى لي ده ومش عايزاني اتجنن؟ خلاص يا سامية انا مصدقك، بس تفسري بايه نتيجه التحليل ده؟ يعني هو يا بابا التحليل انزل ما بيغلطش؟ اكيد في تحاليل كتير بتبقى فيها غلط. انا هروح لنبيل وافهم منه ايه الحكايه بالظبط.